يسعدني أن أرحب طبعا في صاحب المكان ومدير المكان وأمين عام النقابة معالي الأستاذ المستشار حسين بيه، الرجل المحترم اللي فعلا يأخذ دائما على عاتقه، يعني شوف شايل هم كام ألف محامي في مصر ولا يكل ولا يمل في أنه هو يبدي النصيحة دائما وأبدا، وطول ما هو ماشي عمال يوقع في توقعات وعمال يخلص في مشاغل لكم. صراحة يعني النقابة محظوظة بمثل هؤلاء الرجال الكرام والله العظيم. أيضا يسعدنا أن أرحب بأخي وأستاذي وصديقي معالي الأستاذ الدكتور المأمون به، وكيل كلية حقوق جامعة شريعة وقانون جامعة الأزهر إن شاء الله، وسيكون طبعا معنا ومعكم في هذه الدورة القيمة، ونتمنى دائما أن احنا نستفيد من بعض ومن علمه ونستفيد كلنا من بعض إن شاء الله تعالى. هم دلوقتي يا دكتور اصحاب المكان، هم اصحاب المكان طبعا ما فيش كلام، احنا اللي ضيوف عندكم يعني، جايين منهم 3 ايام وبقوا اصحاب المكان. صحيح. نقول بقى الشعار بتاع الكرم، يا ضيفنا لو جئتنا فوجدتنا، ايه بقى فاكرين دي ولا مش فاكرينها؟ ها شعار العرب، يا ضيفنا لو جئتنا فوجدتنا، حد فاكر؟ والله الدرس ده خد نفس سنة ستة زمان، ستة ابتدائي ولا في سنة خمسة. يا ضيفنا لو جئتنا فوجدتنا، نحن الضيوف وأنت رب المنزل، نحن الضيوف وأنت رب المنزل. فإحنا دلوقتي إحنا الضيوف وإنتوا إيه؟ وإنتوا رب المنزل، فإحنا الضيوف عندكم يعني إن شاء الله تعالى. النهاردة هنتكلم عشان نخش في الجد بقى، طبعاً الأسبوع الماضي تكلمنا عما ينبغي أن يكون، وأعتقد كلكم حضرتوا المحاضرة دي ولا إيه؟ واللي ما حضرهاش يبقى يعني يشوفها مع زمايله، انما احنا عشان نخش في المهم ونخش بقى في النواحي العمليه والنواحي الاساسيه في ان انا كيف اكون محاميا، كيف اكون محاميا، ومش محامي بس، كيف اكون محاميا فذا او محاميا نشيطا، هو ده اللي المفروض نطلع منه من هذه الدوره. طبعا عشان كيف اكون محاميا، ازاي انا اشتغل محامي؟ طبعا الاساس في اي عمل ان انا بعد ما عرفت المدخل اللي احنا خدناه المره اللي فاتت ومهمه المحاماه، وعرفنا ان المحاماه دي شيء عند ربنا وعند الناس شيء كبير جدا وفي المجتمع كبير جدا، واحد اعمده المجتمع وهو القانون. نعم الصوت بعيد، طب انا خايف اكلم اكتر من كده يعمل لكم ازعاج في ودانكم كده، كويس؟ طيب ماشي. فالمحاماة باعتبارها أو القانون باعتباره أساس وعمود، والعمود الأساسي في المجتمع، فقلنا إن دي موضوع مهم جدا جدا جدا. طيب إزاي أنا بقى دلوقتي، أنا محامي مبتدئ، أي واحد مبتدئ في حاجة لازم يضع الأساس بتاع إيه؟ أول أو ألف به محاماة الإنسان بعد ما بيتخرج عايز يشتغل في المحاماه، بيطلع الكارنيه، خد الاجراءات اللي احنا اتكلمنا عليها كلها. طبعا مش هينفع ان انا اشتغل محامي الا بترخيص ممارسه المهنه، اللي هو انت بتسجل في النقابه، النقابه بتدي لك كارنيه وبتدي لك تصريح بذلك، من هنا يعني انت خدت شهاده ميلادك في المحاماه، خلاص بقيت محامي بمعنى الكلمه. ويترتب على هذا التسجيل ان انت بتدخل في مركز قانوني جديد، هذا المركز القانوني الجديد ان انت بتفرق كتير قبل ما تسجل عن بعد ما تسجل، عامله زي بالظبط وثيقه الزواج. وثيقه الزواج الانسان قبل ما يتزوج بيوم ولا بشهر ولا بساعه اسمه شخص عادي، بعد ما تزوج بقى ايه؟ بقى زوج، بقى زوج معناها بقى خد شال الشيله بقى. بقى عليه حق، بقى عليه التزامات لمراته والأهل مراته، وهي عليها التزامات لي، وهو ليه حقوق عندها وهي لها حقوق. المهم شغلانة تانية حصلت جديدة قبل الزواج وبعد الزواج، نفس الحكاية في المحاماة، قبل التسجيل في النقابة وقبل الحصول على لقب محامي وقبل الحصول على كارنيه المحاماة كنت شيء، وبعد ما دخلت المحاماه وخدت الكارنيه وخدت التسجيل وخدت الترخيص بقيت حاجه تانيه خالص.
اختلف المركز القانوني، أصبحت محاميا مسؤولا، أصبحت لما توقع على صحيفة تقبل لدى المحكمة، أصبحت لما توقع على صحيفة تلتزم التزام قانوني بها طبقا لقانون المحاماة، ويعني لك مركز قانوني واجتماعي حتى في المجتمع بيختلف الوضع. طيب ايه مؤهلات الكلام ده بقى؟ مؤهلات الكلام ده زي ما اتفقنا اول يوم ان انا يا اشتغل محامي او لا اشتغل محامي، يعني دايما حتى في العمل كله يا اكون او لا اكون، ما ينفعش محامي نص كم، ما ينفعش محامية نص ونص، وده عند ربنا زي ما قلنا اتفقنا من اول يوم ان الله يحبه، ان الله لا يضيع اجر من احسن عمل، ان احنا اتفقنا من اول يوم على ان احنا هنحسن العمل وليس نعمل فقط، مش كفاية ابدا ان احنا نعمل، الا اهم منها ان احنا نحسن العمل. يبقى اتفقنا ان احنا نطلع محامي بمعنى الكلمة، ومن ضمن ان انا اطلع محامي بمعنى الكلمة دي ان احنا بنتكلم في نار، كيف ادخل لنطاق المحاماة، كيف ادخل جلباب او البس جلباب المحاماة، هذا الروب اللي انت بتلبسه من ضمن زي القاضي في المحكمة، القاضي الجالس ما بيلبس وشاح، هو أيضا روب المحاماة هو الوشاح الأساسي اللي انت بتلبسه واللي انت بيعبر عن مهنتك وبيعبر عن هويتك. وما أجمل ان احنا كلنا نشوف روب المحاماة ونلبس روب المحاماة في المحكمة، لان ده معناها خلاص ان انا أصبحت المدافع عن الحق، أصبحت المدافع عن الحق. انا دلوقتي عشان اروح للمحكمة، عشان اخش المحكمة، نظرا لجلالة هذا المكان مش اي واحد يخش المحكمة وبس، بعد ما تحصل على كل التراخيص اللي عندك من نقابة المحامين من هنا والاجراءات و هوب تعالى احنا نروح المحكمة. اروح المحكمة ازاي؟ اول حاجة قبل ما تخبط على بيت اي واحد لازم تتجه الوجهة الايه؟ الوجهة الصحيحة، لان البيوت كتيرة، وبالتالي انا لما يجيني دلوقتي واحد هيعمل لي توكيل او انا هكون الوكيل بتاعه، لازم نقطة مهمة جدا لحسن انجاز العمل ان انا اعرف ان انا هروح فين. ليه؟ لان احنا عندنا قوانين تسمى قوانين الايه؟ اختصاص القضاء واختصاص المحاكم وانواع الاختصاص، ودي نقطة اساسية انا بركز دايما عليها، لان انا قلت لكم اليوم كنا معالي الباشا تبص تلاقي القضية في المحكمة بقالها سنتين والقاضي يحكم بإيه؟ بحكمة المحكمة بعدم الاختصاص. يبقى أنا ضيعت وقتي وضيعت جهدي وضيعت وقت الموكل بتاعي وضيعت جهد الموكل بتاعي، وأطلت في المحاكم وما فيش إنجاز زي الناس في العدالة، وممكن بقى اللوم مرة يجي على المحكمة واللي يقول لك المحكمة ما بتفصلش بسرعة، ومرة تيجي على المحامي، ومرة الموكل يزعل من الوكيل، وتبقى شغلانة السبب الأساسي فيها مين من البداية؟ السبب فيها حضرتك من البداية. يبقى أول حاجة هنعرفها النهاردة أو موضوع محاضرة النهاردة الاختصاص، وركن الاختصاص ده من أهم الأركان في كل شيء. اختصاص المحاكم، اختصاص الجهة الإدارية، ركن الاختصاص في القرار الإداري، أول ما بنبدأ بيه، ومحدش أبدا يقول لك لا 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 الشكل مش مهم ولا الاختصاص مش مهم، لا ده بالعكس الأهم دايما ركن الشكل والاختصاص، سواء في القرار الإداري لو أنا هتخذ قرار، وسواء في المحكمة إن أنا هتجه أنهي محكمة مختصة بالضبط. يبقى أول حاجة أننا اللي احنا بندرسه في قانون المحاماة اللي هو اختصاص المحاكم، اختصاص المحاكم يبقى على المحامي المبتدأ أول ما يبدأ، احنا قلنا نجيب ايه كتب يعني تكون معانا دايما؟ قانون المرافعات المدنية والتجارية، ثم ده بالنسبة للي هيشتغل في التجاري وفي المدني وفي الأحوال الشخصية وحتى في مجلس الدولة في القضاء الإداري. احنا قلنا القضاء الإداري 50% من إجراءاته في قانون مجلس الدولة، وال50% التاني فين؟ في قانون المرافعات المدنية والتجارية. وبعدين نيجي على الشق الجنائي، الشق الجنائي عندنا قانون اسمه قانون الإجراءات الجنائية. قانون الإجراءات الجنائية بيعرفني طبعا نظرا لأن النيابة العامة هي الأمينة على الدعوة العمومية، فهي اللي بتبدأ، هي اللي بتبدأ أنت في المدني والتجاري والإداري والأحوال الشخصية،
انت المحامي، انت اللي بتبتدئ الخصومة، انت اللي بتفتتح الخصومة. الجنائي اللي بيفتح الخصومة مين؟ المحامي. مرة لما تكون هناك جنح مباشرة انت اللي بتبدأها في الجنح المباشرة اللي انت بترفعها، واغلب الجنح او 90% من الجنح بترفعها مين او بتبدأها مين؟ بتبدأها النيابة العامة، وانت اما ان انت تدخل منضما الى النيابة العامة، واما ان انت ايه تدخل خصما لمين؟ ضد النيابة العامة لما انت تكون وكيل المجنى عليها او وكيل الجاني او وكيل، المهم وكيل احد اطراف الخصومة. يبقى برضو هرجع اقول تاني، شوف انت قانون المرافعات المدنية والتجارية كلها المحامي هو اللي بيبدأ، المحامي هو اللي بيبدأ الادعاء كله، ونقدر نقول حتى 50-60% من الجنائي انت اللي بتبدأ، يمكن 90% من القضاء الاداري ولا 99% من القضاء الاداري انت اللي بتبدأ الخصومة. يبقى عشان كده شوف المحامي قد ايه، النيابة بتاخد جزء وباقي الاشخاص كلهم او المحامي يكاد يكون هو المدعي المباشر، حتى في الجزء الخاص بالنيابة العامة انت بتدخل كمدعي مباشر او بتدخل منضم للنيابة او بتدخل ضد النيابة. الشاهد ان انت عليك حوالي نقدر نقول بقى 80% من المجهود في كل القضايا اللي في المحاكم على مين؟ على المحامي وعليك انت. يبقى ده يقتضي منك ان انا لازم اكون فعلا أبدأ بدراسة قانون المرافعات المدنية والتجارية دراسة مهمة جدا. طيب أبدأه ازاي بقى؟ قانون المرافعات المدنية والتجارية وغيره زي ما قلنا التشريعات كلها موجودة في متناول الجميع حاليا دلوقتي. حد كان بيسألني المحاضرة اللي فاتت أجيب كتب لمين وأقرأ لمين؟ ما قلت له كل أساتذة قانون المرافعات اللي كتبوا في المرافعات أو شراح القانون كلهم كاتبين كتابة كويسة جدا، وانت بحكم خبرتك او بحكم حتى قراءتك او بحكم اجتهادك لو جبت الكود فقط بتاع قانون المرافعات ومشيت وراه ماده ماده كلامه مفهوم جدا، يعني ما فيش لوغاريتمات وما فيش ايه وما فيش حاجه صعبه، ولو في حاجه صعبه تفتح الكتاب وتجيب كتاب فقه وتقراه. كل اللي شرحوا لنا مرافعات في سنه ثالثه حقوق كلكم لو فاكرين كلهم بيبدا بشرح قانون الاجراءات المدنيه أو قانون المرافعات المدنية، بيبدأ من عند اختصاص المحاكم لحد الطعن في الأحكام لحد الطعن بالنار، وبيعرفك المواد مادة مادة بتقول إيه، ولو فيها حتة متداخلات ولا حاجة بيشرحها وبيفهمك لها، وممكن يجيب لك بقى يزود عليها يجيب لك أحكام لمحكمة النقض، يجيب أحكام للمحكمة الإدارية العليا، يجيب فتاوى للجمعية العمومية في مجلس الدولة، المهم يعني بيديدك إيه، بيدللك على نصوص المواد اللي موجودة. إذن ما فيش حاجة صعبة، القانون مكتوب باللغة العربية ومفهوم جدا وبيفسر بعضه بعضا، يعني العملية مش إيه ما فيهاش حاجة صعبة أوي. حتى لو واحد رأي أنا لو شخص هيبدأ من نفسه هيبدأ مرتاح، وأغلبنا كلنا كنا بنذاكر وإحنا في الكليات، يعني إحنا كلنا بنحضر محاضرات، ها؟ ما كانش مش كل الطلبة بتحضر محاضرات، ورغم ذلك كنا بنمتحن ونفهم ونذاكر ونمتحن ونجيب تقديرات والكلام ده كله. يعني العملية ما هيش ايه، مش واحد يقول لك طب انا هجيب كتب لمين، ولو حتى اسمح لو انت مبتدأ معكش فلوس تشتري كتب كتير ما فيش مشكلة، انت خش على النت دلوقتي طلع اكتب قانون المرافعات المدنية والتجارية على جوجل كده هيطلعهولك، هيحملهولك قانون الاجراءات الجنائية، يحملهولك قانون مجلس الدولة، يحملهولك قانون المحاماة، كل القوانين اللي انت عايزها والتشريعات اللي انت عايزها. لو حتى عايز التشريعات الفرنسية كله موجود الحمد لله دلوقتي بقى، يعني بصراحة حاجة ما فيش بعد كده تطور تقني ممتاز ممتاز لأبعد الحدود. يعني احنا الشاب المحامي حاليا مالوش اي عذر، والله مالو اي عذر انه يبقى 10 على 10 في المحاماة. ليه؟ الكتب في متناوله والنت في متناوله كل حاجة في متناوله. نيجي لما نخش للمحاكم لازم اعرف اول حاجه انا اخش انهي محكمه. يعني لما يجي واحد يخبط عليا والنبي يا استاذ فلان انا في مشكله بينه وبين فلان، ولا بينه وبين مراتي، ولا بينه وبين صاحبي، ولا بينه وبين شريكي، ولا 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 ولا، خلاص يبقى انا كده ببدا احدد الوجهه بتاعتي، احدد الوجهه بتاعتي. طبعا اهم حاجه ركن الاختصاص. الاختصاص ده بيجي منين؟ بيجي اختصاصي اولا انا كمحامي، هل انا مختص بالقضيه دي ولا مش مختص؟ يعني ايه مختص ولا مش مختص؟ انا قلت لكم المحاضره اللي فاتت ان يمكن قانون المحاماه او المهنه المحاميه المحامي الوحيد اللي هو عند الاختصاص بتاعه بس اختصاص نصاب الحضور فقط، ان هو في القضايا بعض القضايا ان مثلا يقول لك في القضاء الاداري لازم يكون محامي استئناف.
طيب عايز تحضر في القضاء الإداري في مجلس الدولة، القضاء الإداري وانت طالع محامي استئناف، وفي العليا تكون محامي انما في المحاكم التانية التأديبية من مستوى الإدارة الدنيا والمحاكم الإدارية دي بتحتاج محامي عادي، ممكن محامي ابتدائي يوقع الصحيفة ويباشر الدعوة لدى المحكمة. يبقى انا الاول لازم اعرف عشان ما اقعش في الخطأ، لما وقع الصحيفة هل ده يدخل في النصاب بتاعي ولا لا؟ عشان احيان كتيرة وانت بتروح تودع التوكيل بياخد، لازم ياخد صورة الكارنيه وياخد درجة القيد بتاعتك في المحاماة وبيرفقها بصحيفة الدعوة بتاعتك. المحكمة بتفحص الكلام ده، بتشوف هل المحامي ده مقبول لدى المحكمة ولا مش مقبول. يبقى عشان ما احش في اول خطأ لازم اتأكد اولا انني مقبول للمرافعة امام هذه المحكمة، دي نقطة اساسية. طيب لو انا مش مقبول للمرافعة قدام هذه المحكمة، لا ينفع ترافع او احضر قدامها وامثل الموكل بتاعي، ممكن المحكمة تيجي في الاخر وتديني عدم قبول الايه الدعوة لعدم تمثيل الخصومة تمثيلا صحيح، ويبقى انا كده ضيعت وقتي وضيعت جهدي وضيعت وقت الموكل وجهد الموكل. يبقى لازم الشاهد ان انا اعرف هل المحكمة دي انا يصلح لي الترافع امامها ولا ما يصلحش، تمام؟ دي واحد. في الحضور في النيابة مثلا لو في الناحية الجنائية ما ينفعش انت تبقى محامي تحت التمرين او محامي حتى ابتدائي، واحيانا بيبقى يمكن برضه الاستئناف في بعض الحاجات ويروح يحضر في جناية. في الحالة دي برضه لازم ابقى انا عارف الايه عشان ما ضيعش او ما ضيعش الاجراء، ممكن احيانا بتعدي او مثلا النيابة ما تاخدش بالها او المحكمة حتى احيانا كتيرة ما تاخدش بالها، واحيانا في المحكمة بنتجاوز، يعني انا عايز الشباب يحضروا فيجي يقول لي انا حاضر عن فلان، عن الاستاذ فلان المحامي، ما اقعدش اعقد واقول له لا طب هات لي توكيل لك انت ولا هات لي توكيل حتى منه، ليه؟ هو بيمثل المحامي، وفي ذات الوقت برضه لما انا ادي له فرصه انه يحضر قدام المحكمه مش هيبقى ايه؟ مش هيبقى بطلان، اللي هو البطلان اللي يبطل الخصومه. انا اهم حاجه افتتاح الايه؟ الخصومه. يعني انت في مكتب استاذ محامي كبير خلاص يفتتح هو يعمل هو صحيفه الدعوه، يوقع صحيفه الدعوه يخلصها، وانت ايه زي ما بيحصل بتروح تبشرها نيابه عنه، واحيانا يعني بعض الزملاء يشترط ان يكون معاك توكيل من هذا المحامي الكبير يعني، واحيانا بنعديها على اساس ان اولا انت راجل طالما ان انت معاك الكارنيه ان انت محامي شرعي، محامي مسجل، ومحامي يعني لك صفه قانونيه في نقابه المحامين، وبتحضر نيابة عن حد، فعادي بنمشيها مفيش مشكلة فيها. النقطة اللي أنا عايز أركز عليها إن أنا لازم أكون عارف الأول أنا ينفع أترافع قدام هذه المحكمة ولا لا، ينفع أسجل وأمضي على صحيفة الدعوة ولا لا، خلاص ليا صفة شرعية ولا لا، دي نقطة أساسية قبل ما تبدأ أي حاجة. ده بالنسبة لمين؟ لحضور المحامي في المحكمة وتوقيعه على صحف الدعاوى وإيداع صحف الدعاوى لدى المحكمة عشان ما ناخدهاش من أول حاجة ونقول لك عدم قبول الدعوى. خلاص؟ تاني حاجة النقطة التانية اللي هو اختصاص المحكمة بقى نفسها. اختصاص المحكمة، هل المحكمة البيت اللي أنا خبطت عليه ده هو ده المكان الصحيح ولا مش هو ده المكان الصحيح؟ ودي بصراحة بتحصل فيها حاجات، بتحصل فيها أخطاء كتيرة، وبتحصل فيها يعني عدم اتباع للإجراءات، أو على الأقل بتبقى يعني إيه يعني حتى في المحكمة نفسها. معلش في يمكن بعض القضاة في المحاكم أحيانا بيستشكل عليه اختصاص المحكمة، وممكن يطلع حكم وأحيانا كتيرة يتنقض الحكم يقول لك المحكمة دي غير مختص. طب أمال أنت كمحكمة كنت فين ولا كقاضي كنت فين؟ برضه ما درسهاش كويس وما درسش الاختصاص كويس. عشان كده انا بنصح دايما زملائي المحامين وبنصح زملائي القضاء، اهم حاجه يا اخوانا قانون الاجراءات. المحامي الصح بيدرس قانون الاجراءات صح ويطبقه صح، والقاضي الصح بيدرس قانون الاجراءات صح وبرضه يطبقه صح. ليه بقى؟ عارف يعني هي اداره، انت بتقود الجلسه، انت بتقود الجلسه بتبقى عارف
الطريق اللي انت ماشي فيه ده صح ولا في حاجة في مطبات ولا في كذا ولا في كذا. يبقى بعد الاختصاص الشخصي نسميه الاختصاص الشخصي للمحامي نخش على الاختصاص ايه؟ الاختصاص الموضوعي للمحكمة. وطبعا نقطة برضو مهمة، قوانين الإجراءات والاختصاصات ما فيهاش اجتهاد، برضو لازم نبقى عارفين كده. أي حاجة فيها إجراءات وفيها اختصاص وفيها شكل ما فيهاش اجتهاد برضو. إيه يعني؟ في حاجات مسلمة كده، عشان زي بيقولوا كده إيه، تاخدها من قصرها، بمعنى ما ينفعش ليه؟ طب ما احنا ممكن مثلا نستثني المحكمة دي ونجيب المحكمة دي. طب ممكن لو واحد مش عارف يشتغل 10 سنين في المحاماة بس لسه مقيد من سنتين ولسه ما خدش السناب بس مش يعني، كل الحاجات دي ما فيهاش ايه؟ ما فيهاش اجتهادات. حتى في القوانين الإجرائية احنا عندنا نوعين من القوانين زي ما انتم عارفين، قوانين إجرائية وقوانين ايه؟ وقوانين موضوعية. فالقوانين الإجرائية دي ما فيهاش اجتهاد نهائي. وحتى مثلا نيجي القانون، قانون المناقصات والمزايدات او زي ما بيسموه دلوقتي قانون التعاقدات اللي تبرمها الجهات العامة، القانون ده بيعمل ايه؟ بيوضح لك عملية الشراء والبيع من اول ما تبدأ تنوي عايز تشتري حاجة او تبيع حاجة لحد ما تتعاقد وتنفذ العقد، كل مواد ورا بعدها، مادة 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 مادة، ما ينفعش المحامي ولا القاضي ولا الجهة الإدارية نفسها اللي بتطبق هذا القانون إن هي تبتدع من عندها وتقول لك لا أصلا أنا شايف إن الإجراءات صح. ما ينفعش. ليه؟ لأن المشرع أولا وضع، هو صاحب الاختصاص وضع القانون، والوزير بتاعه أو مجلس الوزراء وضع اللائحة، يعني برضو تشريع، يعني ده التنظيم في مجاله التشريع أيا كان حجم هذا التشريع قانون أو لائحة. فلما يجي القانون يحدد لي 1 2 3 4 ما ينفعش انا اجيب ايه؟ اجيب حاجه من عندي، حتى لو ثبت ان هذا الاجراء اصح كمان من الايه؟ من اللي القانون قرره. حتى لو ذهبت ان هذا الاجراء اصح وادنى من القانون قرره. ليه؟ عايزين نعدل بقى الاجراء ونوصل لاصح منه، نعمل ايه؟ نعمل ايه؟ نرفع للسلطه التشريعيه، نقابه المحامين ترفع تقرير للسلطه التشريعيه، مجلس الدولة بيرفع سنويا تقرير للسلطة التشريعية عما تبين له من قصور في التشريع أو قصور في الإجراءات أو بعض أنواع التشريع محتاجة تعديل، بيتعمل تقرير فني شامل في نهاية العام. إنما أنا مثلا أجي في قانون يقول لك لا الأولى في الشراء، طبعا قانون مثلا قانون الشراء يقول لك المناقصة العامة هي الوسيلة الأصلية للإيه؟ للشراء. يعني عايز اشتري حاجة للحكومة لازم اعمل مناقصة عامة. طيب وبعدين في حاجة اسمها الممارسة العامة، المناقصة دي مظاريف مغلقة، الممارسة ناس قاعدة على الطاولة وعلى الترابيزة وبتنافس بعضها منافسة ساخنة، لكن قال لك لازم تبدأ بمين؟ بالمناقصة العامة. طب ينفع ابدأ بالممارسة قبل المناقصة؟ لا. ليه؟ لان المشرع ارتقى فعلا ان المناقصة العامة بتكون اكثر اتساعا، فيها علنية أكثر، فيها شفافية أكثر، رغم أن الممارسة بيبقى فيها منافسة حرة أكثر من المناقصة. ليه؟ المناقصة أنت بتبدأ كل واحد بيبعت المضروب بتاعه، بتبقى فيه لجنة، اللجنة هادية وقاعدة مع بعضها وتتكلم وكذا وخلاص. إنما المنافسة بقى زي المزاد كده، يعني الممارسة عكس المزاد، المزاد مين يزود مين يزود، كل ما في حاجة في المزاد بيبقى فيه سخونية ولا ما فيش؟ بيبقى في سخونية في المنافسة وفيها عند وفيها ده يقول له ب100، الثاني يقول له ب110، الثاني يقول له ب150، نفس الحكاية في الممارسة بس مين يناقص؟ بيبقى فيها ممارسة، لكن رغم ذلك فيها ربما تكون فيها قصور أكتر من مين؟ من المناقصة العامة. فالمشرع قال لك لا نبدأ بالمناقصة العامة ثم الممارسة العامة. الشاهد، هل ينفع أن الجهة الإدارية تيجي تقول لك لا أنا شايف أن الممارسة بتجيب لي أسعار أحسن من المناقصة فأنا هبدأ بالممارسة؟ لا ما ينفعش. الشاهد ان احنا برضو عايزين نقول ان ادي لكل حاجة مكانها، وادي لكل حاجة اختصاصها. المشرع هو اللي يعدل التشريع، هو اللي يعدل التشريع، انا ما شرحش بمزاجه ما ينفعش، وإلا التشريع هيكون منعدم. ان انا
احط نفسي مكان مين؟ مكان المشرع. يبقى نعرف ركن الاختصاص وركن الشكل والاجراءات. نيجي لاختصاص المحاكم، القانون نفسه قال لي ان احنا عندنا فيه اختصاص، اول حاجه اختصاص ولائي. اختصاص ايه؟ ولائي. ودي نقطه مهمه جدا بتحدث كثيرا عندما يستشكل على المحامي المنازع اللي هو جاي له واحد عشان انا رحت خبطت عليك والله في مشكله مثلا تعاقديه بيني وبين الجهه، الجامعه مثلا انا راجل مقاول والجامعه طلبت مني ان انا ابني لها مبنى وبنيت وبعد ما بنيت مش عارف عملت ايه وايه وايه وايه، وبعد كده جينا عند التنفيذ توقفت عن التنفيذ، ايه اسباب التوقف؟ حصل كده، الجامعه رفعت عليا دعوه عايزه تفسخ العقد ولا النقابه عايزه تفسخ العقد، وبالتالي دلوقتي دخلت في مشاكل انا وهي وانا عايزك انت تتولى لي القضيه دي. تعمل ايه؟ حط نفسك بقى مكان الراجل ده المحامي ده. ابدا ازاي؟ ابدا ازاي؟ انا عايز حد يتفاعل معايا، ما انا مش هقعد اتكلم طول الوقت عشان نفتح ادماغ بعض. افترض هي مساله اهي، انت مقاول او واحد مقاول جالك وهيوكلك في قضيه عقوديه ما بين الجامعه وما بين مين؟ وما بين المقاول ده هو، وهو الراجل ايه دخل في مشكله مع الجامعه ومع الجهه الاداريه، وتعالى يا استاذ ارفع لي القضيه دي وانا اعمل لك توكيل. اقول له ايه الاول؟ الاول اشوف انا مختص ولا مش مختص قبل ما اتكلم معاه. طلعت مختص خلاص يروح اعمل لي التوكيل. عايز توكيل عام ولا توكيل خاص؟ برضه اشوف احدد امتى يبقى فيه توكيل عام وامتى يبقى فيه توكيل خاص. دي بديهيات العمل، امتى يبقى فيه توكيل عام ويبقى فيه توكيل خاص. دول بتاع الساعه 2:30 ولا المحاضره الثانيه ولا الاولى؟ لا الاولى. انتوا تبع المحاضره الاولى يا اخوانا؟ ها؟ ما خدش حد. لا خلاص. طب ينفع الكلام ده يعني ولا نبدا من جديد تاني؟ لا يا ريس لا ما خدش حد، ده بس انا كان ساعه. احنا قعدنا مستنيين 10 دقائق. نعمل ايه بقى؟ عايز حد يشوف هيتصرف ازاي؟ انا مقاول، مشكله بينه وبين الجامعه، مشكله تعاقديه. هتعمل ايه؟ هتاخد القضيه دي ولا مش هتاخدها؟ ادرسها ازاي؟ اقول له هات لي ايه؟ اقول للراجل المقاول اول حاجه كده لازم اعرفها المنازعه دي ايه؟ نوع المنازعه ايه؟ بما ان انا عندي نظام ازدواج القضاء اللي هو النظام القضائي المزدوج اللي هو فيه القضاء العادي جهه مستقله والقضاء الاداري جهه مستقله، يبقى لازم يثور عندي مشكله تنازع الاختصاص الولائي قبل الايه؟ قبل النوع. بما ان ده عقد وبما ان دي اداره وبما ان دي مشكله بين الجامعه وبين المقاول ده، يبقى ايه الاحتمال؟ لازم افحص الاول هل المنازعه دي منازعه اداريه ولا منازعه مدنيه قبل اي حاجه. مش على طول اروح تاني يوم اروح طالع على المحكمه واروح مسجل واروح مثلا موديها محكمه جنوب القاهره الابتدائيه، وبعد كده تشتغل في المحكمه تاخد لها جلستين ثلاثه اربعه خمسه وتفاجئ المحكمه تطلع حكم انها عدم اختصاص ولائي وروح ابدا من جديد تاني، او العكس. يبقى لازم الاول اعرف ان دي منازعه اداريه ولا منازعه مش اداريه، لان انا عندي جهتين قضاء، لو عندي جهه واحده قضاء موحد مش هتثور المشكله دي، خلاص هروح للمحكمه هيثور الاختصاص النوعي وهيثور الاختصاص المحلي بتاع المحكمه، وهتجه على المحكمه محكمه شمال محكمه جنوب حسب موقع العقار اللي احنا فيه وحسب موقع النزاع وحسب المكان اللي احنا محددينه فين في العقد. دايما في العقود كده بنكتب اي نزاع ينشا عن هذا العقد تختص به ايه؟ محاكم كذا، محكمه شمال محكمه جنوب محكمه القضاء الاداري محكمه الابتدائيه، بحدد الاختصاص المحكمه في العقد. يبقى على طول العقد شريعه الايه؟ متعاقدين. شريعه المتعاقدين. يعني ايه العقد شريعه المتعاقدين يا شباب؟ ها؟ يعني ايه شريعه؟ يعني العقد شريعه المتعاقدين. قول يا استاذ. قول. قولي. يعني هو البنود بتاعت العقد دي هي الشريعه اللي عليها اساسها هينفذ بنود العقد بند بند.
الله ينور عليك. يعني ما ارجعش للقانون الا بعد ما ارجع للعقد. ابدا يبقى قانون النزاع بتاعي هو العقد الاول. ما اروحش داخل على قانون العقود على طول، ولا على قانون المشتريات، ولا على قانون كذا. لازم اشوف الايه، اي مساله تم اثارتها في العقد لها حل مباشر يبقى هي واجبة التطبيق. شريعه المتعاقدين بقى بالضبط. من المتعاقدين، من المتعاقدين بقى هو مش هلده. هاي احنا عايزين نتفاعل كلنا مع بعض. تمام. قومي قولي اسماء دكتور. اتفضل. يعني وصفناه، وصفنا انا دلوقتي لازم اوصف المنازعة زي ما قال كده استاذنا الدكتور. هل منازعة ادارية ولا عادية؟ خلي بالك الحتة دي انا ليه بركز لك عليها؟ لان هي مفتاح الايه؟ ده انت كمان داخل بين جهتين قضاء، يعني عملية مش يعني اختصاص الولاية ده اشد، بيجعل لو طلع لك حكم من القضاء الاداري وهي المنازعة مدنية يبقى الحكم منعدم مش باطل. يبقى من عدم يعني اشد من البطل، يعني ولد ميتا كما يقولون في الاحكام. يبقى الحكم اتولد ميت، ما ينفعش اصححه ولا ينفع اطعن عليه ولا ينفع لا لا لا، ده انا خلاص كده ما ايه مالوش وجود في المكان ده خالص. تمام. يبقى لازم احدد الاول المنازعه دي اداريه ولا المنازعه دي مدنيه. ازاي بقى؟ ازاي نسمع ازاي ايه بقى نخش في ايه هي إيه؟ متى تكون المنازعه اداريه؟ ايوه انا عايزين نسال واحد واحد. قوم يا استاذ، في معايا. قوم يا استاذ. ها؟ مؤسسة عامة. احنا خدنا العقد الإداري في سنة كام في الكلية؟ ها؟ العقود الإدارية صح؟ ايه الفرق بين العقد الإداري والعقد العادي المدني؟ العقد العادي المدني هتديل الأفراد. أيوة. وما بين تمام. اذا احد طرفي العقد، جهه اداريه بس، احد طرفي العقد جهه اداريه، جهه اداريه خالص، يعني تملك اصدار قرار اداري. وقبل ما ابدا بالمحكمه المختصه لازم اعرف نوع النزاع اللي انا بصدده وعلى اي اتجاه اروح. قلنا ان احنا في بلد ازدواج قضاء، فيبقى عندي اختصاص ولائي يثار قبل الاختصاص النوعي. الاختصاص الولائي اللي هو انا اعرف هل المحكمه دي مختصه بالعقد ده ولا لا. فضربت لهم مثال، قلت مقاول تعاقد مع الجامعه على بناء مبنى معينه، مشي شويه حصل نزاع اختلفوا، هوب راحوا فسخوا العقد، راح للزميل بقى المحامي اللي هنا قال له تعالى ارفع لي دعوه. يروح فين في الدعوه بتاعته؟ تروح على انهي محكمه؟ اولا اروح القضاء العادي ولا القضاء الاداري؟ ها؟ لا كلنا حكمنا انه قضاء اداري من اول وهله غلط. المحامي خلي بالك، ما هو ده النقاط اللي التكات اللي احنا لازم نفهمها ونركز عليها. قبل ما اقول قضاء اداري لا، لازم اشخص الحاله بتاعتي هل هي منازعه اداريه ولا مش منازعه اداريه. وبعد كده لما اتاكد بيقين انها منازعه اداريه اقول بقى اروح مجلس الدوله ولا اروح المحكمه المدنيه. امتى اتاكد انها منازعه اداريه ولا مش منازعه اداريه؟ اوصف المنازعه الاداريه، ارجع للعقد الاداري. ايه هو العقد الاداري؟ اللي انا درسته بقى في كتب الفقه وفي كتب القانون والعقد الاداري وانواع العقود الاداريه. عشان تبقى عندك عقد اداري لازم تتوفر له اركان العقد الاساسيه اللي احنا خدناها في القانون المدني في سنه ثانيه وثالثه، اللي هي ايه؟ الرضا والمحل والسبب. ده دول في اي عقد. قولها له يا باشا، ما خدوهاش في الجامعه. معقوله ما خدتوهاش؟ خدت لا ما ما خد في حد ما خدش اركان العقد في الجامعه؟ انا اللي ما خدتوش. مش معقوله. ها اركان العقد ايه عشان العقد يبقى سليم؟ اركان اساسيه، الرضا اللي هي الاراده، ركن الاراده، ودي لوحدها عايزه يعني منهج يتشرح كام. ركن الاراده اللي هو الرضا، اللي هو التراضي ان العقد يكون ناشئ عن اراده سليمه من شخص ذو اهليه
لا يعيبها عيب من عيوب الإرادة. عارفين ايه هي عيوب الإرادة؟ ايه هي؟ ايوه الغلط والتدليس والغش والإكراه، تمام، وايه تاني؟ والسفه والغفلة. ما تقولوهم انتوا كده تاني، انا بس نايم. قول واحد. عيوب الإرادة. يلا. عيوب الإرادة ايه في العقل؟ قوم يا أستاذة. هو بيوت. لا جيت هتقول لي استاذ انت يا استاذه، انت كتر خيرك، انت قلت حاجات مهمه جدا. قوم يا استاذه، قوم انت يا استاذ. هو انا بقول لك حاجه غلط؟ ناخد وندي في الكلام مع بعض. حتى اللي هيتكلم يتكلم غلط، مش مشكله. انا قلت لكم الاسبوع اللي فات ما احناش جايين نقول ونسمع ويا ليل يا عين. لا، احنا كلنا محامين، كلنا قانونيين، وكلنا معلش القانون يعني 50% منه مبني على الاقتراح وعلى التأليف كمان، وتأليفك ممكن، لأن القانون منطق، القانون منطق. فأنت ممكن تبقى في يوم من الأيام مشرع. هو اللي قاعد يشرع ده بيعمل إيه؟ ما هو بيحط مادة، ممكن نحط النص ده، طب نعدل الكلمة دي، طب نعمل كذا. يعني القانون ده عبارة عن ترجمة لكل اللي بيصار بين الناس وبعضيها، لكل القوانين. بس عبارة بتعبيرك أنت، قولي أنت بقى هو عيوب الإرادة يعني إيه؟ الأمور التي تعيب إرادة من؟ إرادة المتعاقد، إرادة الشخص. كم عيب؟ أربع عيب. إكراه، غلط، تدليس، استغلال. ماشي إزاي؟ يعني ممكن أنت تيجي تتعاقد دلوقتي واحد يوقعك في غلط، أو يوهم المتعاقد إن ده هو الحاجة دي مثلا أصلية وهي مش أصلية، ويلا يتعاقد على كده، عايز يبطل العقد بعد كده، من حقه ولا لا؟ اجي بقى الاختصاص عشان ما انتهوش من المنازعه. العقد الاساس، الاركان الاساسيه الرضا والمحل العقد وسبب العقد، بشروط كل واحد اللي احنا خدناهم في القانون المدني. لان احنا لو هنعمل الكلام ده بقى هنقعد نجيب كل القانون من سنه اولى حول لحد سنه رابعه، وكل كتاب عايز يتشرح شرح كامل. لكن على الاقل، طب ايه بقى اللي يميز العقد الاداري عن غيره من العقد المدني؟ ثلاث حاجات. ثلاث ايه؟ عشان اقول ان العقد ده اداري، وبالتالي اللي يختص بيه مين؟ لو طلع عقد اداري هيختص بيه القضاء الاداري، طلع مش اداري هغير وجهتي كمحامي وهروح على فين؟ على المحكمه المدنيه. ايه بقى الثلاث شروط اللي يخليني اوقن ان هذا العقد عقد اداري، وبالتالي اللي يختص به القضاء الاداري في مجلس الدوله وليس القضاء العادي في المحكمه المدنيه؟ ووفر على نفسي بقى ثلاث ارباع المجهود. ثلاث حاجات سهله. الحاجه الاولانيه ان يكون احد اطراف العقد جهه اداريه، يعني ممكن يكون بين جهتين اداريتين، بين جهه اداريه وشخص عادي اللي هو المقاول. ده ركن واحد، او ده شرط، مش ركن، ده شرط. الاركان اللي هم الثلاثة، الرضا والمحل والسبب، إن لو واحد وقع منهم العقد انتهى، ما بقاش عقد، يسموه أي حاجة تاني، تمام؟ دول الثلاث أركان الأساسيين. إنما الثلاثة دول شروط إضافية تضاف إلى العقد تغير وصف العقد وتخليه من عقد مدني إلى عقد إيه؟ العقد ده. أول وصف اللي هو إيه؟ يكون أحد أطرافه جهة إدارية. طيب خلاص دي موجودة. الناحية الثانية يكون إيه؟ موضوع هذا العقد خدمة مرفق عام. خدمة مرفق عام يعني أنا ببني مبنى أو بأعقد عقد توريد أغذية، توريد بتاع دي، توريد أدوية، توريد أجهزة طبية. المهم موضوع العقد يكون قائم على خدمة إيه؟ مرفق عام. هل دول كفاية؟ يعني لو عقد مدني، لو عقد إداري، أيوة جهة إدارية دي الجامعة، وخدمة مرفق عام بيخدم الجامعة، هل دول كفايه عشان اقول ان دي قضيه اداريه وده عقد اداري واروح محكمه القضاء الاداري؟ لا مش كفايه. امال ايه بقى الشرط الثالث؟ لا ليه؟ ها؟ ليه؟ اسمعني. نضيف ايه ثالث؟ شو الدكتور بيقول لك ايه؟ ايوه. ايوه. احنا قلنا الغايه خدمه مرفق عام. يعني هفترض كده ان انا ببني مبنى للجامعه، ماشي. ادي جامعه جهه اداريه. والغاية بتاعته خدمة مرفق عام. النقطة الثالثة والشرط الأساسي بقى والمهم، في وصف، في شرط ثالث لازم يتوفر عشان هو
اروح ناقل من القضاء المدني للقضاء الاداري وشغلان. ها اتفضل. الله ينور عليك. ان يتضمن العقد شروطا استثنائيه او بيسموها يبرم العقد عن طريق اساليب القانون العام، اساليب السلطه العامه. يعني ايه؟ يعني زي ما احنا بنقول كده يبقى عقد مصحوب بالسلطه، يعني اللي بيتعاقد معاك راسه مش براسك، اللي بيتعاقد معاك له اليد الطولى في العقد، له سلطه الامر والنهي. ودي طبعا بتخرج عن نظام العقد اصلا. احنا لسه بنقول العقد ايه؟ شريعه المتعاقدين، وان في حاجه في العقد اللي هي ركن الاراده بيسموها توازن الارادات. يعني انا وانت في العقد انا هبيع لك عربيه وانت ولا انت هتبيع لي عربيه، نفس حقوقك هي نفس، يعني ايه؟ تساوي التزاماتك، يعني ميزان كفتك قد كفتي. ده المفروض في العقد توازن الارادات. اما ان يجي واحد في العقد وواحد يبقى له حقوق اكتر من التزامات، هل دي عداله؟ لو انا حطيته في ميزان العداله دي مش عداله، مش عداله. وممكن يعني زي ما قال بعض الفقهاء ان ده بيخل او بيخل بتوازن الارادات، لكن هو اخلال مقبول واخلال قانوني واخلال مقنن واخلال مغفور. ليه؟ زي ما واحد كده تسمح لواحد ان يظلمك، تقول زي بعض عشان له ظروف خاصه. احيانا بنسمح للناس ولا ما بنسمحش؟ اصل هو ده ظروفه خاصه شويه. انت بتسمح للجهه الاداريه انها تظلم في العقد اللي احنا بنقول عليه عقود الاذعان. عقود ايه؟ اذعان. يعني انت تروح تتعاقد مع الكهرباء، انت بتقعد مع مندوب الكهرباء ويقول لك والنبي انا هحط البند ده، وانت تقول له لا دي مش لازماني ودي مش لازماني، انا هركب عداد بس، ولا هو اللي بيفرض شروطه عليك؟ عاد التليفون بيدي لك النموذج مكتوب، وانت والله عايز تتعاقد امتى مش عايز تتعاقد ايه؟ انت حر، مش هو كده؟ يبقى هو اللي بيذعنك ولا لا؟ هو اللي بيملى عليك ارادته ولا لا؟ ليه؟ لانه راجل بيقدم خدمه عامه للناس او بيقدم سلعه عامه للناس، وسمح له ان يذعن بعض الناس عشان مهمه الخدمه اللي بيأديها. نفس الحكايه في العقد الاداري، انا بتعاقد لمرفق عام، يعني ما بتعاقدش لحاجه تخصني لوحدي. ده مرفق جامعه مثلا هتقدم مرفق تعليم كامل، مدرسه هتقدم مرفق تعليم، مستشفى هتقدم خدمه علاج. ما ينفعش اجي في المستشفى بقى ولا اجي في الجامعه ولا اجي في كذا واقعد اتعاقد مع المتعاقد، ويوم يريح شويه وشهر يريح وشهر يجي وشهر ما يجيش. لا، ده انا لازم انا اللي ايه؟ اللي احدد شروط العقد من البدايه. زي عقد التوظيف، في حد في الوظيفه بيروح يقعد ويتفاوض فيه، لكن الاغلبيه نعمل ايه في توظيف الحكومه؟ في التعاقدات هو بيحط البنود وتعال، عايز تمضي عايز تشتغل امضي، مش عايز تشتغل خلاص، هو اللي بيملى عليك شروط. ففي العقد الاداري انا اللي بعلن الشروط، وانا اللي بعلن المواصفات، وانا اللي بحدد شروط بقى للتعاقد. لازم هتيجي عندي تدفع لي تامين ابتدائي، يا عم ادفع لك فلوس قبل ما اتعاقد معاك. ايوه كان لازمك، ما انا بتعاقد لمين؟ لحكومه. وقانون كامل اسمه قانون التعاقدات، من الاول للاخر اللي قلت لكم عليه من شويه، كل الاجراءات تمشي طبقا لهذا القانون لحد ما بنعلن عن العقد وطريقه التعاقد، ونعمل لجنه لفض المظاريف ولجنه للبت ولجنه فنيه ولجنه ماليه ولجنه، تلاقي يجي 60 لجنه عماله نشتغل، كله القانون بيعمل الكلام ده. ليه الكلام ده كله؟ عشان ايه؟ عشان انا بتعاقد اولا من مال عام، ما بتعاقدش من فلوسي، وفي نفس الوقت بتعاقد لخدمه مرفق عام، عشان كده سمح ليا ان انا ايه؟ استعمل الشروط الاستثنائيه او استعمل اساليب السلطه العامه في العقد بتاعي. حتى في ترسيه العقد يقول لك يتم ترسيه العقد على كذا، وحتى لما تبعت للمتعاقد معاه بتبعت له ايه؟ نقول له نامركم بتوريد كذا. يا عم العقد فيه امر، ده عقد، ده المفروض ايرادات متوازنه. يقول لك ايوه فيه امر، امر توريد يسموه امر ايه؟ امر توريد يسموه امر شغل. يعني لو حطيته في مجال التعاقد والاراده ما هوش عقد، لكن هو عقد بشروطه، عقد بايه؟ بظروفه. هنا بقى هو ده العقد الاداري، لما يكون ابرم طبقا للقانون 182 سنه 2018، لما تكون انفردت الجهه الاداريه بوضع الشروط والترسيه و و و و تمام، لما يكون المتعاقد مع الجهه الاداريه هو الطرف الضعيف، ممكن يجي كمان يقول له لو اخليت هسحب منك العقد،
بدون ايه وبدون انذار كمان، وهصادر لك التامين الابتدائي، وهصادر الفلوس بتاعتك عندي، وهحجز على اموالك اللي موجوده عندي، وهحجز على اموالك كمان لدى اي جهه اداريه اخرى موجوده في الدوله. ده خراب بيوت مش تعاقد. ليه بس؟ هو بيبقى داخل وهو عارف الكلام ده. هو زي ما واحد يروح يخطب واحده واهلها يعني اشترطوا عليه شروط ما انزل الله بها من سلطان، هتجيب كذا وهتعمل وهتعمل، حاضر موافق موافق موافق، وهو راجل ايه؟ هو اللي هو اللي وافق ولا لا؟ خلاص انت حر، استحمل بقى. نفس الحكايه الجهه الاداريه. الشاهد طالما لقيت عقد من هذا الشكل والراجل المقاول بقى كده، اعمل انا ايه كمحامي؟ اطلع على محكمه القضاء الاداري ولا على المحكمه المدنيه؟ ها؟ محكمه القضاء الاداري. ليه؟ لان كده تاكد ليا بيقين ان العقد ده عقد اداري، ولو انت مش دارس بقى احكام العقد الاداري وشروطها وتكييفها، انت قاضي. انا قلت لكم من اول يوم الواحد منا قاضي، ضع نفسك مكان محكمه القضاء الاداري. لا انا يعني دي بتدق حتى في المحاكم، ما انا احيانا كتير نقعد ندرس العقد وفي الاخر اقول هو العقد ده اداري؟ العقد ده مش اداري يا اخوان. ليه؟ ومن نفسنا بقى نقول ايه؟ حكمت المحكمه بعدم اختصاصها. ليه؟ لان انا بفصل شروط العقد على المنازعه اللي قدامي وبكيفها، واشوف هل استعملت في اساليب السلطه العامه ولا لا، هل العقد ده فيه شروط استثنائيه ولا لا، هل العقد ده فيه كذا ولا ما فيهش، واكيف هذا العقد وانتهي، اما انه عقد اداري وانا مختص به، واما انه عقد مدني وانا مش مختص به. هتقول لي الله، هو ممكن يبقى في عقد بهذا الشكل ويبقى مش اداري؟ ايوه ممكن يبقى في عقد تبرمه جهه اداريه كمان، وهذا العقد اطرافه او احد اطرافه الاداره لكن ما استعملتش فيه السلطه العامه. زي ايه؟ دلوقتي مثلا الجامعه محتاجه او الجهه الاداريه محتاجه مبنى تاجره تسكن فيه الطلبه، مبنى ايجاره، وتعمل ايه؟ وتروح تقول لك عايزين مبنى لتسكين الطلبه. انا عندي مبنى رحت اتقدمت، وانت عندك مبنى اتقدمت، ورحنا قعدنا معاهم، تعالى يا عم الحاج انت عايز تاجر العماره دي بكام في السنه؟ والله هاجرها بقد كده. لا والنبي رخص شويه، اقول لك لا مش هينفع، طب تدفعوا كذا، طب تعملوا كذا. يبقى الطرفين هنا متوازنين ولا مش متوازنين؟ متوازنين، مفيش واحد بيملي شروطه على التاني. خلاص ده احنا الاثنين زي بعض، رغم ان اللي هتسكنه اللي هتاخده جامعه، واللي هتسكنه برضه مين؟ الجامعه. والخدمه مين؟ لخدمه التعليم، لخدمه المرفق العام. لكن هل استعملت فيه شروط استثنائيه هنا؟ ما استعملتش شروط استثنائيه. عشان كده يبقى العقد اطرافه اداره، احد اطرافه اداره، وفي نفس الوقت الخدمة مرفق عام، لكنه عاد ايه في الحالة اللي زي دي؟ ارفع الدعوة بتاعته فين؟ ها؟ ارفعها في المحكمة المدنية. واحد بقى بمجرد النظر يقول لك لا ده عاد اداري ويطلع على القضاء الاداري على طول. عشان كده يبقى المحامي الشاطر يقعد يفصص الاول النزاع ويكيف المنازعة قبل ما يروح اداري ولا يروح ايه؟ ولا يروح مدني. عقد توظيف، طب عملوا مسابقة وعملوا كذا، عقد التوظيف ده أبرم تبقى لقانون الخدمة المدنية ولا أبرم تبقى لإيه؟ تيجي في العقد أنت تقعد مع الجهة الإدارية وبرضه هتشتغل موظف عام والخدمة مرفق عام، لكن تقعد معاهم وتاخد وتدي معاهم في الشروط، لا أنا عايز كذا، لا أنا عايز مش عارف إيه، لا لا لا، ما فرضوش شروطهم عليك. وحصل نزاع بينك وبينهم، أروح للمحكمة العمالية ولا أروح المحكمة الإدارية قضاء إداري؟ أكيف أنا العقد. يعني هي مش حاجه هتعرفها انت مغمض كده، لازم كمحامي ان انا زي ما بيقولوا كده ايه، افصص المنازعه واكيفها التكييف القانون الصحيح، وبعد ما اكيفها اتكل على الله على المحكمه الايه، على المحكمه المختصه. وهكذا يبقى انا وفرت مجهودي ووفرت جهدي ووفرت وقتي وخدت الطريق الصح من بدايه. انا ليه بركز لكم على الحته دي؟ لان بيحصل كتير 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 لا يتم تكييف المنازعة تكييفا سليما، وتترتب عليها حاجات إيجارات كتير. اتفضل. ولا بتقف زي الفرد الشخص العادي الطبيعي؟ ده السؤال.
وهل بيصطدم بعد كده في العقد شريحه المعاقدين؟ لان ده من الدرس عارفه في حد العقد او ما تبقاش تديله العقد او 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 ايه الورق القانوني بتاعه والاقتصاد بتاعه؟ تمام. وهو بيسأل لو هم دلوقتي ده جهة الإدارة لها امتيازات في العقد، هل الكلام ده كله بتفضل جهة الإدارة كده مميزة ولا لها يعني على رأسها ريشها لحد نهاية التعاقد مع الشخص اللي معاها، وهو اللي يفضل طرف ضعيف؟ لا، احنا بنقول ايه، انا لسه قلت من شوية عامل زي حكاية ايه بالظبط. حتى هو لما قلنا شروط ايه، شروط استثنائية. استثنائية يعني ايه؟ يعني مش طبيعية، زي ما احنا بنقول حالة اللي درسناها في القانون الدستوري. مش في نظرية اسمها نظرية الظروف الاستثنائية؟ ايه نظرية الظروف الاستثنائية دي بتعمل ايه؟ نظرية الظروف الاستثنائية بتعمل ايه؟ بتدي للجهة الإدارية أو للسلطة امتيازات أو بتديها أساليب غير مألوفة في الظروف العادية، وكمان تبقى باطلة في الظروف العادية. يعني بتحرم الحلال وتحلل الحرام. يعني لما يجي يقول لك في الظروف الاستثنائيه مباح القبض ومباح كذا ومباح كذا ومباح كذا، في القانون العادي في الظروف العاديه لا، لو حصل كده يبقى القبض باطل، في الظروف الاستثنائيه يبقى القبض سليم. نفس الحكايه، العقد الاداري شروط غير مألوفه ولكنها شروط صحيحه. وصحيحه ليه؟ هي صحيحه بنص القانون. يعني احنا لما نقعد نكيفها هي ليست صحيحه بطبيعتها، وانا قلت لك يعني بتتناقض مع قاعده الايه، توازن الايرادات في العقد. ما انا ازاي دلوقتي انا اروح انا ابقى انا متعاقد وانت لك يعني لك السلطه ولك الاذعان في العقد وانا راجل على قد حالي؟ بس يعني هي الشروط دي في حد ذاتها هي شروط قانونيه ولكن في اطارها وفي نطاقها. ولذلك انا في المحكمه بعمل ايه؟ في المحكمه انا بتعامل مع هذا العقد بشروطه، وبتعامل مع هذا العقد بايه؟ بتكييفه القانوني. وبدل الجهه، يعني لما يجي واحد يقول لي ده الجهه الاداريه صدرت الاموال بتاعتي، بتصدرها ليه؟ ده صدرت فلوسي في البنوك، ده بتصدرها ليه؟ هو ده قانوني؟ اقول لك ما الاساس القانوني اللي انت تعاقدت عليه هو بيديها الحق في كده. زي بالظبط قانون الطوارئ بالظبط. هو قانون الطوارئ ده قانون ولا مش قانون؟ ها؟ في حد يقدر يقول لك قانون الطوارئ ده استبداد؟ هو مش استبداد، خلي بالك. يعني الناس اللي بتخلط يقول لك ده حالة الطوارئ ده استبداد، لا. ده حالة الطوارئ دي أنا بتعامل بتشريع يناسب ظروف الحالة. لأن أنا لو عملتها بالظروف الطبيعية مش هيستقر الأمر، فلازم أعملها برضو. عشان كده زي ما قانون الحالة العادية مثلا قانون الجناية بيدي لك سلطاتك وبيدي للسلطة العامة سلطاتها، في حالة الطوارئ القانون بيزود ايه؟ بيزود السلطات دي شوية. ليه؟ عشان الحالة اللي هي فيها تحتاج ان انا اعملها برضو معاملة خاص. زي بالضبط، معلش يعني، حتى في لما واحد يقول لك لما الشريعة الإسلامية لما قال لك رفع عن أمتي ايه؟ الخطأ وما استكره عليه. ليه؟ يعني هو الفعل واحد لكن في الظروف العادية تتعامل وفي الظروف غير العادية ايه؟ تتعامل معاملة تاني. زي واحد يقول لك ده زعلان دلوقتي، ما تأخذوش على الايه؟ على الحالة اللي هو فيها. طب ليه انا اخذك عليها في الحالة العادية وانت زعلان ما اخذكش عليها؟ مراعاة لايه؟ للظروف اللي ايه؟ اللي انت فيها. هي نفس الحكاية، الجهة الإدارية ده اللي بيتعاقد مال عام اولا، يعني مال الشعب كله، ولازم نكون كلنا حريصين عليه. واللي بتتعاقد جهه اداريه، رئيس مثلا الجامعه ولا الوزير، ما بيتعاقدش لحساب بيته، ده بيدير وزاره وبيتعاقد لحساب الوزاره. تخيل مثلا لو انت مثلا متعاقد مع وزاره الصحه ولازم يقول لك الاكل الساعه 7 الصبح يكون الفطار موجود، ان شاء الله يكون هيفطروا الساعه 10 حتى، والعادي يقول لك الساعه 7 بالظبط، ولو اخرت عن 7 من 7 ل 8 حتى لو ما حصلش ضرر، حتى بدون يعني احنا بدون خطا. التعويض واجب بدون خطا في العقود الاداريه. مجرد التاخير عن التوريد يرتب المسؤوليه حتى ولو لم يترتب ضرر. ليه؟ رغم ان احنا واخدين القاعده كلها ايه؟ ان لا مسؤوليه بدون ضرر ولا مسؤوليه بدون خطا. لا،
في مسؤولية اسمها المسؤولية اللا خطائية، يعني ممكن ما يرتكبش خطأ وممكن ما يحصلش ضرر خالص، مجرد تأخيره عن معاد التوريد ده يعتبر ايه؟ ضرر حتى ولم يتر... عشان ايه؟ عشان انا دلوقتي ده ما ينفعش، ده راجل بيتعامل مع مرفق، لو جال معاد بتاع المرضى وما كلوش كده، لو جال معاد توريد الاكسجين للمستشفى ما وردش تحصل مصيبة، فانا ما استناش لما ايه؟ لما تحصل المصيبة. عشان كده تلاقي دايما العقد الاداري عقد شديد، عقد بيتعامل بالشدة مع اللي معاه، وده خلي بالك برضه متعاقد مع الاداره، ما هو مش راجل مسلم نفسه كده. ما انت لو رحت تشتري الحاجه، معلش انت ممكن تروح تشتري الحاجه منه بره ب1000 جنيه يبيعها للاداره ب2000 جنيه ليه؟ ويقولها لك عادي، يقول لك ده انا على ما باخد المستخلص وعلى ما باخد الفلوس بتاعتي بيطفحون الغلبه. فهو برضه ايه، كل المتعاقدين مع الاداره بيبقى لهم شروط خاصه او اسعار خاصه تختلف عن مين؟ عن الاسعار اللي بره. ليه؟ يبقى حاطط بقى احتمالات واحتمالات واحتمالات، تمام؟ يعني هو برضو يعني بيقول لك انا بياخد حقه او بيخلص ثاره شويه من ايه؟ من الاسعار اللي بيحطها، وكلهم بيبقوا متفقين مع بعض. يروح يشتري الحاجه كده ب 100 بره، تلاقيهم كلهم مقدمينها في العروض بتاعتهم ب 150 وب 200 كلهم، واللي عايز ينزل بقى ينزل عنهم هم. ليه؟ وانت برضو لان انت برضو بتشتري، ما بتشتريش فردي، ما بتشتريش من حد واحد لوحده، انت بتشتري من شركه، من مؤسسه، وعن عايز تاخد العائد بتاعك كام. تخيل لما تيجي مثلا اغذيه للمدينه الجامعيه في السنه مثلا ب 30 40 مليون جنيه، خلاص ما هو بياخدها كامله على بعضيها. الشاهد ان العقد الاداري عقد ذو طبيعه خاصه، ذو حيثيه خاصه، بنسميه عقد بسلطه خاصه. النقطه هل اللي بتدق دايما في البحث ان يبقى العقد تبرمه الاداره ولكن ما فيهوش شروط استثنائيه، وبالتالي هو عقد مدني، وانت تروح طالع بيه على فين؟ ها؟ على القضاء الاداري، تقعد المحكمه تشتغل وتقول لك عدم اختصاص ولاء. اللي انا مش عايزك تعملها او اللي انت لازم تبقى فاهمها قبل ما تروح بالظبط، تكيف العقد بالظبط. ومش شرط ان اللي جهه اداريه، للاسف اغلبنا يقول لك ايه؟ ما العقد ده تبرمه اداره يبقى عقد اداري. لا، خش عند نقطة الايه؟ الشروط الاستثنائية. لو عقد بسلطة أو بدون سلطة، عقد بسلطة يبقى إداري، عقد من غير سلطة يبقى ايه؟ والسلطة هنا مش معناها إن الإدارة، لا، السلطة اللي هي شروط التعاقد، شروط التعاقد اللي هي، وفي الغالب بقى بيبقى ايه؟ طبقا لقانون المشتريات العامة أو طبقا أيا كان المسمى، المزايدات والمناقصات، أو طبقا لقانون الايه؟ التعاقدات تبرمها الجهات العامة. برجع للأساس أو السند القانوني اللي ايه؟ اللي بني عليه. لا، انت كمحامي تفتح العقد كده، اول ما تلاقي فيه تطبق احكام القانون 182 سنه 2018 تعرف ان العقد ده ايه؟ عقد اداري، وتطلع بيه على مجلس الدوله، غير كده يبقى عقد مدني وتطلع بيه على المحكمه المدنيه المختلطه. فهمنا عمليه الاختصاص الولائي والاختصاص اللي مش ولائي؟ في اي حد لاقي استفسار فيها؟ اتفضل. كان في نزاع بين طرفين، جهه اداره، ها؟ انت هتتجه للدوائر المدنيه الحكوميه اللي في القضاء العادي، وانت هتتجه لمجلس الدوله. مع العلم ان في قضايا بتحايل من الدوائر المدنيه الحكوميه لمجلس الدوله والعكس. اختصاصاتها ايه ودي اختصاصاتها ايه؟ ده فيما يخص ايه؟ نزاع ما بين طرفين، اداره وشخص عادي. امتى اروح ارفع في الدائره المدنيه الحكومه اللي في القضاء العادي؟ هاي. امتى اروح ارفعها في، امال احنا بنحكي في ايه دلوقتي؟ ما انا بقول هبدا من الاول تاني، ها؟ في مدني حكومه وفي مدني عادي، ده داخل القضاء العادي، وفي منازعه اداريه. منازعه اداريه، المنازعه الاداريه دي انا بتكلم، بس انا اتكلمت فين دلوقتي؟ في نطاق العقد الاداري فقط. انما بقى بصفه عامه لما اخش بقى في اختصاص، انا بركز لك على شغلك كمحامي، انا مش قاعد اشرح لك بس الايه، المنازعه الاداريه ايه ولا المنازعه العقديه ايه. انا بتكلم يعني بركز على الحته، المنازعات اللي بيثور فيها الكلام، واللي انا بيصعب عليا فعلا ان الاقي المحامي عيني قطع شوط كبير وهو لا يدري. بس احنا معانا مستشار، ها؟ وهدف معاه المستشار من العقد ده ايه؟ اه، هدفه ايه؟ انت كمحامي مبتدئ، اذا جالك موكل جالك ملف مش على طول تديله قرار، اهو كده، تقول له ايه؟
ارجع الموضوع. انا عمال اقول لك ادرس وكيف الموضوع ثم ارد عليك خلال فتره معينه. اهو انت هنا هتقدر توصف الموضوع ده ايه، المنازعه دي منازعه اداريه ولا منازعه مدنيه، وبناء عليه هتقدر انت ايه الامور. انت طبعا مع المستشار بيشرح لكم العقد الاداري. انا بضرب مثال، انا عرضت معاكم للقرار الاداري. اه انا بقول خصمنا خصم امام القضاء الاداري، احنا بنختصم اشخاص ام نختصم قرارات؟ ها نختصم قرار اداري معين، صح؟ ده نختصم قرار اداري معين. لذلك القضاء المدني اشخاص. النهارده معانا المستشار بيكلمك بيعلمك حاجه، بيقول لك انت ايها المحامي المبتدئ اذا جاءك موكل في منازعه ايا كان نوعها انت لا تعطيه فرمان وانت قاعد. ايوه تريص تريصي تراي الموضوع على مهلك، اشتغل له بتجري على الاتعاب وخلافه. لا لا وصف لي القضيه دي ايه، القضيه دي تمشي ازاي، هل القضيه دي اداريه ام مدنيه ام خلافه، بناء عليه تعطي قرار. ده الهدف من عرض معالي المستشار المصري. لا يا باشا انت بتتكلم دلوقتي اللي حضرتك تقصده امتى اتفضل ارتاح، امتى افرق بين المنازعه الاداريه اللي تروح القضاء الاداري والمنازعه اللي مش اداريه وتروح القضاء العادي؟ ها في دوائر مدنيه حكوميه داخل القضاء العادي. كويس تمام. اللي هي مدني حكومه، الله ينور عليك. تمام في بعض قضايا اداريه مجلس الدوله. كويس كويس تمام حلو. انا قلت لكم انت كنت معانا المحاضره اللي فاتت. لو فاكر حد يرجع كده لما انا قلت ايه، لما انا قلت ان في منازعات او في منازعه تبقى الدوله طرف فيها وفي نفس الوقت تبقى منازعه عاديه، وفي لما قلت لك ان المشرع لما وزع اختصاص المحاكم، لما كان الاخ بيسال المره اللي فاتت ان بتاعه المحكمه الدستوريه العليا وهي اللي بتفصل، وقلنا ان هي اللي بتحدد، وضربت لكم مثال بمنازعات الضرائب لما كانت كلها تبع القضاء العادي الاول اللي ده يعتبر كانت قضاء عادي حكومه، اللي هو ده يعتبر كانه ايه نزاع اللي هي الضرائب تعتبر مدني حكومه، ضرائب نزاع مدني بينك وبين الجهه الاداريه. كل منازعات الضرائب كانت الاول تبع مين؟ كانت الاول تبع القضاء العادي. جات المحكمه في ناس خدت من القضاء الاداري احكام وناس خدت من القضاء العادي احكام، حصل تنازع في الاختصاص ورفع للمحكمه الدستوريه العليا. المحكمه الدستوريه العليا قالت لك كل منازعات الضرائب ايه؟ دي منازعه اداريه. ولما قعدت تتكلم بقى فرقت بين المنازعة الإدارية إيه والمنازعة العادية إيه، وهل الأطراف فقط هي المعيار ولا مش الأطراف هي المعيار. ولما حتى حسين بيقال لك لما المشرع يوزع اختصاص محاكم خلاص احنا نمشي طبقا لكلام المشرع، وما عودش أنا كمحامي أو كقاضي حتى أكيف المنازعة وأقول لا ده دي تروح هنا ولا دي تروح هنا، ولا هي ليه المشرع عمل محاكم هنا ورغم أنها منازعة إدارية تبقى في القضاء العادي ولا منازعة مدنية تبقى في القضاء الإداري. يعني المشرع له قلنا ان ده دستوري وده مش مخالف للدستور، ان المشرع بما انه هو صاحب التشريع له ان يقرر جهات، وخلي بالك كل جهات القضاء ما فيهاش عشان تبقى عارف ما فيهاش استنبة واحدة، او بمعنى اصح ما فيهاش استثناءات، في منازعات إدارية وتقضى على القضاء العادي. يعني لما اقول لك انا دلوقتي الطعون على قرارات التخطي في الترقية أو في التعيين لأعضاء النيابة العامة أو لأعضاء السلطة القضائية، المنازعة بتاعتها منازعة إيه؟ ها؟ ها إدارة. طعون تخطي أنا في الترقية في مجلس الدولة، المنازعة بتاعتي في إيه؟ في القضاء الإداري في مجلس الدولة، وهيئة قضايا الدولة في مجلس الدولة، والنيابة الإدارية في مجلس الدولة، تمام؟ طب وطعون زميل القاضي اللي في القضاء العادي بنص قانون السلطة القضائية المختصة بها دائرة مدنية وتأديبية في محكمة النقض، محكمة الاستئناف الأول وبعدين محكمة الطعن في النقض. المحكمة دي قضاء عادي ولا قضاء إداري؟ المنازعة إدارية ولا عادية؟ إدارية. ليه راحت هناك؟
انا اللي وديتها، لو انا اللي هحكم بها اقول له لا هاتها عندي. مضيف يا معلم استشار صدر حكم الاستشاري صدر حكم الاستشاري الشهر الماضي الشهر الماضي يا ريس ها بان ايه رفض هذا حاله محاكم لانه ما يقول امام محكمه النقض فوت على المدعي ضربة من الضربات. هم أقول أمام المحكمة طعن النيابة الإدارية أمام المحكمة الإدارية العليا فوت على الطعن ضربة. ومدين عليه صدر حكم المحكمة الدستورية العليا منذ ما يربع عن شهر. لا ببطلان هذا وتم إحالة عدم الدستورية. وتم إحالة سعادتك القضايا من الإدارية العليا بالنسبة إلى. دي إلى اللي بتكلم يا محامين تتابعوا هذا الكلام. الشاهد ايه يعني احنا دايما القانوني يبقى فكرك متسع لاي شيء، مش معنات ان كل المنازعات الاداريه في مجلس الدوله ايوه ده في التكييف، ده التكييف القانوني والقضائي والفقهي. انما لو المشرع جه وقال لك المنازعه دي رغم انها اداريه بس لا يختص بها الجهه الفلانيه، ما حتى كمان مش ما اقدرش اقول ده مش دستوري، ده هو دستوري. ليه يعني لما يجي ينتزع المنازعات الخاصه بعضها السلطه القضائيه ويخليها عندهم في دايره في رغم انها قضاء عادي ورغم ان تكييفها القانون السليم هي منازعه اداريه ما فيهاش كلام، صح؟ لو انا احطها في معيار المنازعات. لكن المشرع ارتقى بفهمه للتشريع وبسياسة التشريع وبفلسفة التشريع قال لك لا، ان منازعات الجهة دي اللي هي كل جهة قضائية او كل سلطة قضائية يبقى منازعات الخاضعين لها داخلها. يعني لما يجي عند برضو القضاء العسكري يخلي كل المنازعات المتعلقة بالعسكريين، وحتى كانت المنازعات المالية المتعلقة بالتعويضات كانت في القضاء الإداري، جه من 2016 وراح خدها من القضاء الاداري ودخلها فين؟ تابع القضاء العسكري. اقول له انا لا، ده دي منازعه اداريه انت خدتها من عندي ليه؟ ولا لما تجيني حتى انا كقاضي بقى دلوقتي بعد ما طلع القانون اقول لك لا، ده المنازعه دي فعلا اصلها اداريه؟ ما هو مش القاضي هو اللي بيدي التشريع، القاضي بيطبق ايه؟ بيطبق الشريع. سياسه التشريع دي صاحب التشريع هو الاولى بها، هو اللي يقدر يقول لك النزاع ده هو خليه من القضاء العادي او خليه من اختصاص القضاء الاداري. تمام؟ ليه؟ لان هو ادرى بما لان هو منظم المجتمع. التشريع ده مش تنظيم؟ تنظيم. ما اجيش انا بقى اقول له لا، دي منازعه اداريه انت خدتها ليه؟ ولا اقول لك انا حتى رغم ان طلع بيها قانون لكن انا كقاضي بكيفها منازعه اداريه واروح مطلع فيها حكم. ما ينفعش. الحته اللي بيتكلم عليها معاه الدكتور مامون من شهر كانت دي داخل ايه؟ داخل كانت منازعات الطعون على النيابه الاداريه كانت فين؟ في الدائره الثانيه عليا في مجلس الدوله. يعني اللي عايز يطعن على عدم تعيينه في النيابه الاداريه كنت بتطعن فين؟ في الثانيه عليا. عايز تطعن على عدم تعيينك في قضاء الدوله في الثانيه عليا. عايز تطعن على عدم تعيينك في مجلس الدوله في الثانيه عليا. جات المحكمه الدستوريه في اساتذه محامين فقهاء في القانون، ما هم ده يعني معلش اللي بيحرك دايما الطعون مين؟ المحامين. امال انا ليه بركز لكم من اول ما قعدت معاكم ان انت ما انتش هي ده اساس معلش يعني اساس النقاش كله المحامين، اساس الطعون بعدم الدستوريه المحامين. مين اللي راح محرك قدام الدستوريه؟ المحامي. جاء المحامي الشاطر الفقيه اللي ينبغي ان احنا كلنا نكون كده، مش هم ما فيش حد يعني مش حسين به هو الفقيه بس، ما هو فقيه زمان وانت تبقى فقيه زمانك بعد كده. يجي لما انا بقى قاعد كده وانا بنظر قضيه ابص الاقي المحامي بعد اذنك سعاده الرئيس انا بطعن بعدم الدستوريه على هذا النص. يا سلام. ليه؟ يقول لي عشان كذا 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 كذا، وهو قاعد يقرا نص في مكتبه كده لقى النص ده بيميز بين ايه؟ بين اتنين مكانهم واحد او طبيعتهم واحد. ازاي؟ يعني راح قال لك الله، طب انت دلوقتي كل التقاضي ماشي على ايه؟ على درجتين، ومن ضمن حق المتقاضي ان يبقى له استئناف، حقه ان انا ما افصلش على درجه واحده ابدا ويا صابت يا غابت، حتى مش ماشيه مع ايه؟ مع المنطق. يا اخي ادي فرصه للتظلم، ما هو 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 الاستئناف معناها ايه؟ مش تظلم من الحكم. دايما ربنا سبحانه وتعالى بيدينا فرصه ان احنا نتوب
وممكن واحد يبقى عامل مصيبه ويقول له يا رب سامحني، مش ده تظلم؟ مش توبه. ها بقول كده الحكم اللي احنا بنقول عليه توبه، الحكم برضو نفس حكايه. القاضي طلع حكم، هو القاضي ده معلش يعني قران ولا انجيل؟ ما هو الحكم ده اللي بيطلعه المحامي. ها الحكم اللي بيطلعه المحامي الاثنين في المحامي والمدعي والمدعي طبعا، ما هم الاثنين بيتخاصموا وبعد كده وبيرفعوا للقاضي. القاضي زي ما قلت لكم برضو من اول يوم القاضي هو المرجح لوجهه النظر، يبقى هو المحامي. ها فالمنطق العادل للامور ماشي ان لازم يبقى التقاضي على درجتين، واغلب نظم العالم بتاخد التقاضي على درجتين. جه عند مين؟ طعون الهيئات القضائيه. كان واحد انت طعنت الاول قدام مجلس الدوله، خلاص المحكمه رفضت الطعن بتاعك، عايز تطعن ما فيش، خلاص انتهى الامر على كده. برضه اللي بيتعين فضائي، اللي بيطعن على عدم تعينه فضائي الدوله والنيابه الاداريه، يطعن مره واحد المحكمه الاداريه قالوا اول واخر درجه، اول واخر ايه درجة. برضو ياخد ديله فرصة، يمكن يعني هي المحكمة الأولانية دي مش ممكن تغلط، ممكن تغلط، اديله فرصة. يعني مخالف للمنطق العادل الأمور ومخالف لكل التشريعات المقارنة حتى. فقال لك لازم نعمل ايه؟ عايزين نعمل استئناف لأحكام الجهات دي. بدأت بمين؟ بدأت بمجلس الدولة. بعض محامي محترم زي حالاتكم كده راح طعن وقال رئيس المحكمة ان انا بطعن بعدم الدستورية. ليه؟ لان ده مخالف لمبدأ المساواة. فعلا مبدأ المساواة في الدستور ان ايه؟ كل المواطنين امام القانون سواء. زي ما انا بتدي الغير انه يطعن مرة واثنين على الحكم، يبقى ليه تيجي عند القاضي وتيجي عند اللي عايز يتعين في هيئة قضائية وتقول له هي بس مرة واحدة؟ يا مرة واحدة يا صح يا غلط. ليه؟ ده مخالف لمبدأ المساواة ولا مش مخالف؟ فعلا المحكمة استوعبت هذا الطعن وحللته وفسرته وشافت ان فيه شبهة عدم دستورية. طبعا يحكم هو ولا يحل الدستورية؟ هنخش في الاختصاص بعد كده. من ضمن الاختصاص ان انا مفصلش انا في الدستورية بتاعته بالدستورية من عدم، انت طعنت قدامي بعدم الدستورية، ما روحش انا كقاضي بقى سواء قاضي عادي ولا قاضي اداري ومحص هذا الطعن واقول لك ان ده دستوري ولا غير دستوري. لا، القاضي يبحث الدفع بتاع الاستاذ المحامي، وانت بتقول له ده عدم دستوريه، بفحص هذا الدفع واشوف الاساس بتاعه ايه. توافقت وجهه نظر المحكمه مع وجهه نظرك، بتقول لك حكمت المحكمه بوقف الدعوه تعليقيا واحاله الطعن بعدم الدستوريه لمين؟ مش انا اللي احكم بقى، للمحكمه الدستوريه المختصه اللي نص عليها الدستور، وقال لك ان من شغلها الفصل في ايه؟ دستورية القوانين من عدم، وافحص عدم الدستورية وتنتهي المحكمة إلى دستور، يا إما ترفض الدعوة يا إما تنتهي إلى عدم دستورية هذا النص. جت في مجلس الدولة الأول قالت فعلا أحد الأساتذة المحامين طعن بعدم الدستورية، المحكمة فحصت الطعن وأحالتها للدستورية، الدستورية تداولتها وفي النهاية انتهت إلى عدم دستورية المادة 42 من قانون مجلس الدولة اللي هي بتخلي الطعن في مجلس الدولة على إيه؟ على درجة واحدة. وقالت نرجع للأصل ونفذ هذا الحكم. راحوا عملوا الدائرة الثانية في القضاء الإداري، بقى أصبحت محكمة القضاء الإداري هي إيه؟ هي محكمة أول درجة. يعني أنت دلوقتي عايز تطعن بعدم تعيينك في مجلس الدولة كنت الأول تروح على الثانية عليا على طول، دلوقتي بتروح على فين؟ على الدائرة الثانية في القضاء الإداري اللي هي أول درجة. عشان تيجي في القضاء الإداري خدت رفض الدعوة تطعن فين؟ يبقى انت على الاقل معلش بقى لما يبقى المحكمه الاولانيه ثلاث قضاه وترفض لك الدعوه وتيجي المحكمه الثانيه خمس قضاه وتايد الرفض، يبقى انت على الاقل كده خدت حقك القانون ولا ما خدتش؟ خدت حقك وارتحت نفسيا. انما لو من اول مره كده هوب وطبيت سكت على كده، مش ماشي حتى مع الايه؟ مع المنطق العادل للامور. على غرار ذلك طلع برضه طعنوا في هيئة قضايا الدولة، لأن نفس النص مكرر في قانون هيئة قضايا الدولة، برضه قال لك عدم طعن أحد الأساتذة المحامين طعن بعدم دستورية نص قانون هيئة قضايا الدولة اللي بيخلي التعيين على درجة واحدة أمام الدائرة الثانية عليا كأول وآخر درجة. تداولت برضه وخدت على غرار الإيه؟ حكم مجلس الدولة بعدم دستورية نص مادة قانون هيئة قضايا الدولة. آخر حاجة من شهر كان فاضل إيه؟ النيابة الإدارية، كانت برضه على درجة واحدة. قال لك إيه؟ قال لك برضه عدم دستورية النص ده الحكم اللي طلع من شهر، وطلعوا لسه قرار أول امبارح باختصاص الدائرة الثانية في محكمة القضاء الإداري بنظم الطعون على التعيين في هيئة الإيه؟ النيابة الإدارية. أصبح دلوقتي الطعون على الثلاث هيئات دول إيه؟
على درجتين، وده الوضع الطبيعي للأمور. طبعا كان في القضايا العادي برضو النيابة كانت الأول اللي يطعن على عدم التعيين في النيابة، كان هي دائرة واحدة اسمها دائرة طلبات رجال القضاء في محكمة النقض، جم في 2003 وعملوا دائرة استئنافية في محكمة ايه؟ في محكمة النقض. يبقى اللي يطعن على عدم تعيينه في النيابة العامة وترفض له الدعوة من حقه انه يطعن فين؟ في الدائرة الثانية. لكن المنازعة بتاعتهم إدارية ولا مش إدارية؟ إدارية، لكن بتنظر عندهم ليه؟ عشان المشرع عايز كده. بالآخر في العسكريين عشان المشرع عايز كده، وده فعلا لما تقعد تفحصها من حسن السياسة القضائية ان كل جهة تنظر ايه؟ طلبات الناس اللي شغال عندها، على اساس يبقى ايه؟ فاهمين شغلهم وعارفين الدنيا وهم الاقدر على ان هم ايه؟ يقيموا وضع مين؟ وضع الشخص القاضي اللي هو شغال او المستشار اللي شغال في الهيئة القضائية.